أعلنت دار مزادات جي دبليو إس كروس أن الفستان الأسود الصوفي البسيط الذي ارتدته مارلين مونرو في مؤتمر صحفي عام 1954 والذي أعلنت خلاله انفصالها عن أسطورة البيسبول جوي دي ماجو سيعرض في مزاد بدءا من نهاية مارس ويتوقع أن يجلب ما يصل إلى 150,000 دولار. فاصل أخير، نواصل من بعده نشرة المصير يوم من القاهرة والناس تابعونا.